السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نعطيكم واحد الوصفة ديال البطاطا كتجي رائعة. كنشدو البطاطا كنقيوها وكنقطعوها طريفات صغار باش كنسلقوهم. تقدر تقطعوها كبيرة ولا صغيرة كيف ما بغيتو، غير المهم تقطع باش تسلق. هاد الوجبة خفيفة وديريها في أي وقت تحضريها. تجي رائعة، ما تشبعوش منها ان شاء الله ملي تجربوها. ونزيدو نديرو الماء، نرش واحد رشة ملح، نغطيوها ونديروها على النار تسلق. ملي تسلقت لينا البطاطا كنصفيوها من الماء وغادي نبسطوها هكا بالفرشيطة او بهادي. حدها سخونة نبسطوها اما بالفرشات واما بهذه اللي عندكم. ملي كتكون سخونة دغيا كتساعدنا في الضغط عليها، دغيا كتبسط. نديرو لها واحد شويه ديال الابزار باش تجينا شويه بنينه. والملحه خلاص درناها على قبيله. عندنا واحد شويه ديال الفرماج محكوك، نخلطو كلشي مع بعض. كنخلطو كلشي مع بعض. ملي كتسلق حنا درنا لها شويه ديال الملحه وفرماج خلاص راه مالح. كنحضروا شويه ديال لاشابلو. واحد شويه ديال الفرماج قطعته طريفات، تقدروا كاع هذاك الفرماج الموزاريلا هكا، يعني اي نوع من الفرماج ديروه. انا عندي هذا قطعته طراف ديال الساندويتش وكنديرو لداخل هكا على هاد الطريقه، ونحربلو هكا. هكا كنجيب داك العود ديال الشواء وكنديرو هنايا لداخل. وفي نفس الوقت حنا كنصوبو هادو، وفي نفس الوقت كنعمرو تنديرو الزيت في المقلة. كيجي على هاد الشكل هكا، وعاوتاني نهزو واحد شوية ديال البطاطا وندير فيها واحد الطرف ديال الفرماج لداخل.
تجي على هذا الشكل هكا. يجي ولدها دين بزاف. كنحاولوا نفندوهمي بشويه في الغشابلو. كنديرو الزيت سخون وكنهزوهم بشويه ونحطوهم بهذه الطريقه. تجيو رائعين. نحاولو نقلبوهم غير شويه. وصفه سهله كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع لا في المذاق ولا في كل شيء. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه. كنديروا واحد اخرين يتقلاو كيجيو على هاد الشكل، كيجيو رائعين. تكون النار ديما ملي كنحسو بهم بداو يتحمرو كنبداو نقلبوهم بالمهل غير شويه. هذا هو الشكل النهائي، كيجي رائع وبنين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، بارطاجيو مع الاصدقاء وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد.